ألف مبروك جمهور النادي الأهلي. الأهلي يمتع ويقنع الحقيقة في فوز كبير على نادي أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد أهداف المباراة. الهدف الأول جونيور أجاية في الدقيقة 7 من الشوط الأول، زي ما حضراتكم شايفين من كرات ثابتة نادي الأهلي مجدي أفشة لجونيور أجاية بيحرز هدف المباراة الأول في الدقيقة 7. هدف المباراة الثاني حسين الشحات بعد تسديده قويه جدا من حمدي فتحي بيكملها جونيور اجايه ويخرجها مسعد عوض حارس مرمى نادي اسوان، ولكن يكملها حسين الشحات هدف ثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 25 من عمر الشوط الاول. هدف المباراه الثالث حمدي فتحي من ايضا كره ثابته، مجدي قفشه بيرفع كرة كورنر وحمدي فتحي بيحرز هدف المباراة الثالث في الدقيقة 59 من عمر المباراة. يعود مجدي قفشة مرة أخرى ولكن من ضرب جزاء صحيحة 100% بيحرز هدف المباراة الرابع في الدقيقة 66. ثم هدف الخامس للنادي الأهلي بيحرزه رمضان صبحي في الدقيقة 86 بعد يعني مش عارف اقولها ايه ترقيصة جامدة جدا وبيضعها بمنتهى القوة بمنتهى الثقة وبمنتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين. هدف المباراة الخامس للنادي الأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 86. أما هدف الإنتاج كان في الدقيقة في هدف أسوان كان في الدقيقة 67 من عمر المباراة من تمريرة من الجانب الأيسر لنادي أسوان ليحرزها أومد أوكري هدف أسوان الوحيد في هذه المباراة. خمس أهداف مقابل هدف وحيد. ألف مبروك يا كابتن فتحي، ألف مبروك يا كابتن حشيش، ألف مبروك يا كابتن أسامة. أعتقد الأهلي أمتع وأقنع جمهوره قبل التوقف الدولي. أمتع وأقنع وبيدينا شكل أو بيدينا درس في كيفية التعامل مع الجو، مع الملاعب، مع الإمكانيات، مع الظروف، مع التغيير، غير أنه هو أن الأهلي كسب. لو تلاحظ النهاردة يا كابتن إسلام النادي الأهلي أسلوب لعبه الطريقة واحدة لكن الخطة مختلفة شوية. ليه مختلفة؟ أيوة. لأن الجو حر، فكيفية التعامل في درجة حرارة 45 44 45 صعبة جدا، فإزاي يتعامل فيها؟ فطبعا مش عايز مساحات كبيرة، فبدأ يرجع في وسط ملعبه عشان اللعيبة تاخد نفسها وترجع تاني، يبقى استشفاء داخل الاستشفاء داخل الملعب. أيوة. انك ترجع لم نفسك. بعد ما تلم نفسي تبدأ الغارات اللي انت بتقولها، قوة الدفع الرباعي، الأربعة بتوع الماتش السابق وأربعة الماتش ده هتقول لي لا دول خمسة ما هو داخل فينا جول فبنعتبرهم أربعة وليركن. فقوة الدفع الرباعي للنادي الأهلي هي دي اللي كده، إنه إزاي يجمع لعبته، إزاي إنه هو بيلعب، إزاي إنه ما يخليش مساحة الملعب كبيرة قوي على أساس ما يستنفذش الطاقة في وسط الجو الحر ده. وده نتيجة فعلا في فكر مدرب زي ما شفنا، وأداء مدرب وأداء لعيبة وتنفيذ لعيبة، وفي ثبات وفي استقرار. تمام كابتن حشيش، خمس أهداف، أعتقد أن النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة في إحرازه الأهداف هذا الموسم. الأهم من كده النادي الأهلي بيحقق الغرض الأساسي من لعبة كرة القدم وهي المتعة والإمتاع. أيوة. ست مباريات مكاسب بأداء بإمتاع، النهاردة خمس أهداف متنوعة مختلفة، أكتر من هداف ظهر للفريق، ما بقاش النادي الأهلي بيعتمد على هداف واحد، أكتر من هداف، أداء مطمئن. دلوقتي بقى قاعدين الحمد لله جمهور النادي الأهلي قاعدين نقول الجون جاي إمتى، مش بقى ربنا سهل وإمتى هنكسب، لأ ده جون في الثاني في الثالث في الرابع. فالحمد لله إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى مزيد من الانتصارات، مزيد من الأداء الكويس. الراجل كل مادة بيثبت أقدامه وبيخلي الناس تثق فيه أكتر وفي تشكيله وفي الأداء بتاعه. النهاردة احنا كنا كلنا قلقانين من الملعب ومن درجة الحرارة، الحمد لله يعني برغم تأثير الاثنين دولت إنما النادي الأهلي بيستمر في الأداء المميز وبيستمر في تحقيق الأهداف والنتائج، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من الانتصارات الفترة اللي جاية. يعني كابتن أسامة، نهاية مرحلة أولى
اللي هي مع ريني فايلر 6 مباريات انتهت المرحله الاولى، واعتقد ان هي مرحله مبشره لما هو قادم. بص خلينا نقول بس الاول يعني ما بيحسدش المار غير اصحابه يعني. مظبوط. مثلا اقول كده، فخلينا نقول بقى ايه، كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. النهارده ما شاء الله الاهلي ممتع. ممتع في كل حاجه. في الشكل العام، في ال واحنا قاعدين بنتكلم بنقول نفسنا الكوره تيجي في رجلين لعيبه الاهلي على طول. صح. انك انت قاعد قدام، لما بتبقى قاعد قدام مثلا فيلم انت مستمتع بيه ولا مسرحيه ولا مسلسل، مش عايز العمل اللي انت بتتفرج عليه يخلص. فانت النهارده قاعدين قدام النادي الاهلي 90 دقيقه بيلعب، انت مش عايز المباراه تخلص، انت قاعد مستمتع. الاستمتاع النهارده في ظروف النادي الاهلي واجهها، ملعب ودرجه حراره، لكن الامتاع برده ما قلش خالص. جاي من مباراه من 48 ساعه امام منافس قوي الانتاج الحربي، ممكن الطبيعي في ظل التعب والارهاق والسفر انك تلاقي النهارده يبقى اللعيبه عندها العذر، لكن النهارده درجه الامتاع نفس درجه امتاع مباراه الزمالك. فالنهارده لازم نشيد باللعيبه على الروح القويه جدا، على الفرص اللي بيستغلوها على الشكل، وكمان المدرب اللي عامل يعني ده شغل واضح، كمان واضح في خلال الكرات الثابته. النادي الاهلي النهارده بيسجل الهدف الاول من كره ثابته، الهدف الثاني من تسديده، مهاره ما كناش بنشوفها كمان قبل كده من لعيبه النادي الاهلي، عمليه التسديد. حمدي فتحي بيمتاز بعمليه التسديد، عمليه المتابعه النهارده بنشوفها. الهدف الثالث بتاع حمدي فتحي من كره ثابته، وكنا بنقول دايما الكور الثابته المدرب ليه بصمه ثابته فيها. النهارده بنشوف النادي الاهلي من الهدف الاول، الهدف حمدي فتحي الثالث، وكمان ركله الجزاء تعتبر كره ثابته، وفي الاخر المباراه كان في كره ثابته اتعملت بين علي معلول و كانت هتبقى جامده قوي. فانت النهارده انت بتقعد في تنوع حتى في الكرات الثابته. لو النهارده المدرب المباراه القادمه المدرب هيبدا يدرس النادي الاهلي ويشوف الكرات الثابته، هتلاقي في كرات ثابته جديده. النهارده كل اللعيبه اجادوا بشكل كبير، في النهارده تطور واضح على رمضان صبحي. رمضان صبحي اللي كنا بنتكلم عنه وبنقول رمضان صبحي خامه كويسه جدا، لكن انت محتاج مدرب يوظفه او مدرب يطلع اللي عنده. زي محمد صلاح، كنا بنشيد محمد صلاح بنقول ان عمل حاجه انه دايما بيروح للمرمى وبيسجل، فده اللي علم محمد صلاح. كنا عايزين نشوف رمضان صبحي نفس الموضوع. النهارده فايلر ليه بصمه واضحه جدا على رمضان صبحي. رمضان صبحي كل ما بيستلم الكره اول حاجه بيفكر عايز يروح للمرمى، كان دايما بيستلم الكره عايز يرقص واحد والتاني ويبدا يباصي ويعطل اللاعب. عطل الاداء النهارده رقص. بس التفكير الاولاني اول ما بيستلم عايز اعدي من واحد او التاني واروح للمرمى لاقرب طريق، عايز اسجل سواء بتسديده. كان في الشوط الاول خد الكره قطع من ظهر الناس وراح بعدي وبيسدد. الهدف اللي جابه هدف فيه مهاره عاليه جدا، الهدف وثقه يعني انت لو رجعت مباراه 6-1 تحبيب وبشير، فاكر خالد بيقول لما ركن الكره كده هي نفس برضو اول ما عدى رمضان صبحي بمهاره عاليه ركنها في زاويه من الزوايا فيها مهاره عاليه جدا. كمان حمدي فتحي ما شاء الله عليه، يعني اللعيبه كلها النهارده، يعني مش ما اقدرش اقول لعيب واسيب لعيب ثاني، لا كل اللعيبه النهارده يعني ادت بشكل مميز. النادي الاهلي يستحق مكسب، كان هو الافضل على مدار 90 دقيقه، يعني بغض النظر عن دقائق ممكن اسوان استحوذ فيها، لكن شيء طبيعي ما انت مش هتاخد 90 دقيقه طبعا. يعني لكن في المجمل العام النادي الاهلي افضل في الاستحواذ، افضل في السيطره، في صناعه الفرص، في التسجيل، في كل شيء. تمام. يعني كابتن فتحي برضو النهارده الخمس اهداف الحقيقه كلهم ممتعين والاداء ممتع. يعني انا عايز برضو اركز على حته ان الاداء ممتع، لانه الكل توقع ان النهارده هتكون في يعني اقل من المباريات السابقه، ولكن الاهلي بالفعل امتع الجميع في هذه المباراه ايضا. الامتاع يا كابتن بيجي من التنفيذ، والتنفيذ بيجي من البضاعه اللي قدامي. البضاعه اللي قدامي عندي مجموعه لعيبه، كيفيه التعامل معاهم. مدرب النهارده كان عايز الاتي. ايوه. عايز يكسب المباراه، هدفه نمره 2، هتقابله صعوبات بعدين، هتقابله صعوبات، كسبان اخر مباراه 4، فدي طبعا ممكن تخلي اللعيبه سيطرته عليها او اللعيبه تسيطر على نفسها في هذه المباراه، ممكن يبقى حاسين بالثقه والغرور واسوان والكلام ده. فدي برضو كان تحدي، تحدي السفر والتعب كان تحدي، درجة الحرارة كانت تحدي، الملعب كان تحدي. إذا عنده خمس تحديات. عادة المدرب لما بيلعب بيلاقي المتغيرات اللي قدامه
فرقه بتلعب فرقه وخلاص والنتيجه، لكن هو عنده الخمسه دول ازاي يقدر يتحكم فيهم؟ كلام اللي قاله كابتن اسامه في كل الضربات الثابته، لو تتذكر السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على زارتي عاوزين ضربات ثابته ضربات ثابته ضربات ثابته، طب ما كانتش بتتعمل. النهارده بقى فيه ثلاث اهداف ضربات ثابته، الماتش اللي فات كان فيه ضربه ثابته من رامي التماسي، تعتبر رميه ثابته لانها ضربه ثابته من الثبات. فالاداء بتاع اللعيبه امتعوك، لان هو لقى مجموعه لعيبه عارف ياخد من كل واحد فيهم مستو، كل واحد متميز. الكره بتاعت الترقيصه بتاعت رمضان قلنا ان هو بيراوغ، ما انت ممكن المراوغه ميزه او مهاره مطلوبه للعيبه، دي ميزه للمدرب ان انا الاقي لعيبتي بتعرف تراوغ، لان اللي بيراوغ ده مهاره عاليه جدا وانا متميز بيها، ازاي بقى استغلها؟ ما هي المهاره لا اما ارقص عشان امرر او ارقص عشان اسجل، مش ارقص عشان ارقص. فهو الاول كان رمضان بيحاول يرقص ومفيش هدف بعد الترقيص غير يرقص اللي بعديه ويرقص اللي بعده. لا مش ده، قال له لا تعالى بقى احنا بنرقص ده عشان امرر كوره او برقص اجيب جول، فلما رقص هنا جاب جول. ودي ميزه اللاعب اللي عنده مهاره المحاوره والترقيص، انه بيقلل الفرقه اللي قدامه واحد، مع انك بترقصه ولا بتطلعه بره اللعب. احنا بنلعب 11 ضد 11، اما ترقص واحد خلاص اللي قدامك ما بقوش 11 بقوا 10، رقصت كمان واحد يبقى اذا مهاره المراوغه اللي كانت عند رمضان والتي لم تستغل الاستغلال الصح استغلت النهارده في انه يرقص عشان يجيب جول او يرقص ويصنع هدف، هي دي الهدف من المراوغه. كابتن حشيش، اهم ما يميز النادي الاهلي في هذه المباراه؟ هقول مره واثنين وثلاثه، اهم حاجه بقت في النادي الاهلي على مدار الماتشات اللي شفناها اللي فاتت هي الضغط الجماعي بعد فقد الكرة. أول ما الكرة بتتقطع من النادي الأهلي بيبقى فيه إصرار من الفرقة كلها إنها تجيبها في أسرع وقت، وده اللي ما بيديش فرصة للمنافس إن هو يشم نفسه ويتحرك وينقل ويعمل خطورة عليك. تاني حاجة برضو اللي شايفها الإصرار على تسجيل مزيد من الأهداف. النادي الأهلي ما اكتفيش بهدف أو اتنين والخلاص وابتدي ريح وتلاقي الجري قل في مثلا في الشوط الثاني بعد ما اطمئننا للنتيجه زي ما كان بيحصل. لا انت مصر وكل الفرقه مصره انها تحرز اهداف. بنشوف حمدي فتحي وسولية في الاخر الاثنين الديفندرات عايزين يطلعوا يجيبوا اهداف. الكره الاخيره بتاعت عمرو السولية اللي اتصاب فيها دي كان رايح يجيب جون. فالحقيقه الراجل غير اللعب الجماعي كمان اللي اعلى من مستوى الفرقه كلها رفع من مستوى الاداء الفردي في بعض اللعيبه. بنشوف زي ما اسامه قال رمضان صبحي في تطور كبير قوي في الاداء بتاعه. رمضان كان بيعطل اللعب في بعض الاحيان وكنا بناخد على الحكايه دي انك بتعطل اللعب بالذات في الحته المرتده، لا بيلعب وعنده اصرار برضه انه يروح ويجيب هدف اللي كمان مستواه عالي بشكل ملحوظ ما شاء الله. يعني اجايه بقى دلوقتي مثال لراس الحربة الحمد لله المتكامل، صنع أهداف لزمايله، محطة لزمايله، بيخلق مساحات لزمايله، بيخلق فرص لزمايله، بيسجل أهداف في بصراحة. يعني كمان حتى في الناحية الدفاعية بنشوف الكرة بتتقطع منه من لعيب مثلا من نص الملعب متقدم أو نص الملعب المهاجم متقدم بيرجع يدافع مكانه في نص الملعب. كذلك حسين الشحات نفس القصة برضه مستواه ارتفع، احرازه للاهداف والثقه كمان اللي النادي الاهلي بيلعب بيها، كل العوامل دي بصراحه خلت الاداء كده. انا شايف ان الحمد لله يعني كل ماتش بنقول ايه؟ طيب الماتش اللي فات كان كويس، ربنا يسهل النهارده الاداء ممكن مثلا النتيجه للظروف ممكن يقل، انما انا شايف يا اسامه ان الاداء بيزيد ماتش عن ماتش، وكنت اتمنى ان احنا نكمل الدوري خلال الفتره الجايه بدون توقف، كان هيفرق معانا كتير قوي. كابتن أسامة، الكثافة الهجومية الملحوظة الحقيقة في كل هجمات النادي الأهلي، أعتقد أن ده ميزة من المميزات اللي موجودة دلوقتي في النادي الأهلي مع ريني فايلر. طبعا يعني ميزة بالأرقام. أنت مع ريني فايلر لعبت في دوري أبطال أفريقيا، لعبت مباراة في السوبر، لعبت في الدوري، لعبت حوالي ست مباريات. ست مباريات ب 19 هدف. أول مباراة كانوا سبورت هدفين، مباراة العودة أربع أهداف، الزمالك السوبر ثلاثة، اول مباراه في الدوري امام سموحه هدف، مباراه الانتاج اربع اهداف، النهارده خمس اهداف. لو جمعت ده كله هتلاقي 19 هدف، معدل تهديفي عالي جدا. وكمان يعني انت مش جاي على النواحي الدفاعيه، فممكن مدرب بيشتغل هجومي وبيهمل جانب دفاعي
مهم جدا لا يقل عن النواحي الهجوميه. لا ده انت النهارده لما بتفقد الكوره بتلاقي اجاي بيرجع بيسيب تلت ملعب في وقت من الاوقات للفريق المنافس يحضر فيه وهو واقف. اول ما الكوره بتدخل في عمليه النص الملعب عندك بيحصل عمليه الضغط. الحاجه الهجوميه كمان اللي فيها تطور بشكل كبير، انت بتلاقي النهارده في ال 18 اجاييه بتلاقي حسين الشحات، رمضان صبح اللي تطور اداؤه في الملعب بدل ما بيلعب على الخط بقى بيلعب في عمق الملعب كمان عشان يسجل اهداف، بتلاقي مجدي قفشه. مجدي قفشه النهارده في كره اتعملت لو موجوده معانا عصير من محمد هاني دخل ال 18 اللي لعبها بدماغه، دي كانت هدف برده مؤكد مليون في الميه. لو وقفها ممكن يحطها او لو لعبها في المرمى مره واحده ممكن تلاقيها موجود. حمدي فتحي في وقت من الاوقات بتلاقي عن مهاره التسديد، بتلاقيه في الكرات الثابته داخل في 18. عمرو السوليه لا في النهارده تطور يعني واضح جدا في اسلوب وطريقه اللعب النادي الاهلي. محمد هاني من على الاطراف وعلي معلول، وكمان زي ما بقول لك المدرب مش اغفى الحته الدفاعيه، عندك في تمركز صحيح ورا من ياسر ابراهيم، عندك من ايمن اشرف باك من الباكين مع حمدي فتحي، فدايما حتى الفرقه اللي يعني بتخلق فرصه عليك بيبقى فيها صعوبه عشان التمركز الصحيح. اللي بيساعد في ده كله يا كابتن اسلام ان دايما اللعيبه في حاله حركه. ما تلاقيش رمضان صبحي متمركز في مكانه بيستلم الكره من الثبات. نفس الكلام اجاييه اللي عامل ما شاء الله شغل هايل جدا، دايما بفضي بالتحركات العرضيه اللي بيعملها في الملعب، ما دي تحركات اجاييه يا كابتن فتحي. طول ما هو بيتحرك بيخلق مساحه لحسين شحات، بيتحرك الناحيه الثانيه بيخلق رمضان صبحي لمجدي قفشه. ثاني حاجه انه محطه، لما دايما الكره بتروح له محطه بيوقف الكره يقدر يطلع باليمين يطلع الشمال يطلع الناس اللي تحتيه، عنده رؤيه بيكمل في 18. فلا النادي الاهلي النهارده مكسب باداء بامتاع مقنع النادي الاهلي النهارده. تمام كابتن فتحي، ايضا الحقيقه الناحيه الهجوميه زي ما اسامه قال ممتعه جدا وفيها شغل واضح جدا. الناحيه الدفاعيه ايه رايك فيها في النادي الاهلي؟ هي نفس القصه بدليل ما هي الارقام هي اللي تقول وما تكذبش. يعني اي ارقام ما بتكذبش. احنا قلنا سجلنا اهداف، نسبه تسجيلنا في الست مباريات 3.1 في كل مباراه. نسبه الاهداف اللي دخلت فينا نص. يعني من الثالث جول جم على ست مباريات يعني نص في بس خلي بالك بدون قطع كلامك الزمالك دخل فيك هدفين من ركلتين جزاء. اما اصول يعتبر النهارده اول هدف ملعوب عليه في خلال الست مباريات. ملعوب يعني بطريقه فيها برضو كان ممكن ما يجيش، مش هنتكلم خطأ يعني في خطا برضو في الناحيه يعني الدفاعيه. لكن الى حد ما هو الهدف هدف. يعني حتى برضو ال 19 اللي احنا جايبين منهم هم فيهم اهداف، يعني نقدر نقول ان نسبه 3.1 تسجيل اهداف ونص في المية اللي هي نص اللي هي يخش في. اذا في اتزان عالي قوي في تسجيل اهداف ونسبه تسجيل اهداف. هذه النسبه هي اللي بتقول الفرقه قد ايه. الحاجه الثانيه يا كابتن اسلام اللي بتلاحظها الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، عشان الناحيه الدفاعيه دي الوقت اللي بتستغرقه الفريق لما يفقد الكوره قد ايه بياخد عشان ياخد يرجع الكوره ثاني. هي دي اللي بتميز فريق عن فريق، فدي اصبحت ميزه في النادي الاهلي ما حدش يلاحظها، ان اول ما بتفقد الكره بتاخد وقت قد ايه عشان ترجع تسترجع الكره دي ثاني. ممكن في فرقه بتقعد 3 4 دقايق، ممكن دقيقتين، ممكن دقيقه ونص. انت باسرع باقل من نص دقيقه بتلاقي الكره رجعت لك تاني. فدي دي ده جزء دفاعي، يعني الجزء الدفاعي الفني العلمي انك ازاي استرجاع الكره بعد ما بتفقدها، ده دور دفاعي. مين اللي بيرجعها؟ مش خط الظهر ولا حارس المرمى. اللي بيرجعها العشرة اللعيبه بما فيهم حارس المرمى، ان بيفقدوا الكره ازاي ترجعها لي تاني؟ لان طول ما الكوره انا مش معايا فانا في موقف دفاعي. ايا كان في اي حته في الملعب، اول ما باخد الكوره خلاص انا في الموقف الهجومي. الزمن ده هو اللي بيفرق فريق عن فريق، كل ما كان فريقك احسن، كل ما كانت لياقتك احسن، كل ما كانت خبرتك اكتر، كل ما كان اسلوب اللعب اللي انت بتديه او الدور الواجب الخططي اللي المدرب بيديه لك انت بتنفذه، اكيد انت بتسترجع الكوره في وقت قليل جدا، وبيبين ده ان ما بقتش خطوره كتير على مرمى الشناوي باستثناء هو كره صدها النهارده والكره اللي دخلت هدف بس. طيب كابتن حشيش، ايضا دور وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه الحقيقه اللي نتمنى له الشفاء ان شاء الله، وهنقول لحضراتكم ايه اللي عند عمرو السوليه. فحمدي فتحي وعمرو السوليه اعتقد ان لهم دور كبير جدا، هاخد من حضرتك الاجابه، ولكن خلينا نطلع نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه بعد نهايه هذا اللقاء. اتفضل.
سهله في توقيت او في جو صعب جدا، يمكن درجه الحراره وصلت 43 ولا 44، درجه حراره عاليه جدا، لكن اللعيبه الحمد لله برضه يمكن من البدايه كانوا مركزين ان هم ينهوها بدري، الحمد لله طبعا تمام، في الجو كان صعب لكن الحمد لله طبعا يمكن مباراه قبل توقف وقبل راحه اللي هتمتد لاسبوعين او 14 يوم بالتحديد يعني، فما اذكرها هتبقى مباراه الزمالك، فكان مهم ان احنا نختم المرحله دي بشكل كويس. عودت اكثر من لاعب للتهديف، يمكن الكابتن حسين الشحات استمر في التهديف، مجدي قفشه دخل في الاجواء، ماذا ايجابيه الكلام ده كابتن؟ هو كل ما يبقى عندك حلول سواء كان على المستوى الجامعي او الفردي ده كويس جدا، فاي احصائيه في الدنيا كلها هتلاقي الجزء الامامي او الاربعه اللي في الخط الامامي او الثلث الامامي يعني هم اصحاب النصيب الاكبر من التهديف باي فرقه كبيره يعني، بص على اي فرقه في العالم متصدره او هي اللي موجوده في المقدمه دايما، هتلاقي الاربعه اللي قدام عندهم الفعاليه الاكبر في الفعاليه الايجابيه في احراز الاهداف يعني. تمام، مساله الروتيشن يا كابتن الناس كلها بتشيد بيها، في ناس ثانيه برضه ممكن شويه عشان بعض اللعيبه بتبقى بعيده. دي مساله فنيه يعني، ما بحبش اخوض فيها، الراجل المطروق لريني في كل حاجه يعني هو المسؤول عنها الاول والاخير يعني. طب عايزين نطمن كابتن على اصابه عمرو السوليه، يمكن خرج في الاخر. عمرو واخد يعني خبطه جامده قوي، اعتقد انها كان فاول باين جدا وانذار كمان، لكن في النهايه نتمنى انها ما تكونش كبيره يعني، كان التشخيص المبدئي يعني هي كدمه في الانكل كده، ممكن تاخد لها اقل من اسبوع ان شاء الله في بس، وخصوصا مع لعيبه المنتخب اللي رايحه، لعيبه المنتخب حتى الدوليه من اللعيبه الاجانب اللي معانا. طب كلمه كابتن للنادي الاهلي انضموا للمنتخب يا اخي، مبروك طبعا، يمكن تستحقها، كنت يعني كنت متوقع ان يبقى العدد اكتر من كده، لكن هي دي الفوره يعني، الحمد لله طبعا على كل شيء، الشيء بالشيء يذكر يعني، طالما انت ذكرت الموضوع يعني اتمنى ان يبقى الفتره اللي جايه مش عايز اقول المنافسه هتزداد ولا تسخن يعني، لكن في النهايه يعني الاسبوع الاول زي الاسبوع الاخير على فكره، الناس بتقعد تقول لك يعني احنا لسه في بدايه الموسم، ما هي النقاط اللي بتفتقدها دلوقتي بتبقى ذات حساسيه في الاخر صحيح، لكن في النهايه هي يعني نقطتين مش هيبقوا في اخر الموسم. طيب كابتن حشيش، حضرتك كنت بتتكلم على الربط، وانا بسال حضرتك على الربط ما بين حمدي فتحي وعمرو السوليه، والربط ما بين الدفاع والهجوم. بص، الفتره اللي فاتت كان عندنا مشكله اساسيه في موضوع الديفندرات. الاثنين الديفندرات يا كابتن فتحي واقفين قدام المساكين بيغطوا على الاجناب فقط لا غير، كانش في حد بيتقدم، ما عندوش الثقه في نفسه ان هو يتقدم ويلحق يرجع، عشان كده كان باين ان مفيش ضغط هجومي او كثافه هجوميه، فكانت الموضوع ده يعني فارق قوي مع النادي الاهلي. دلوقتي بنشوف بالتبادل حمدي بيكملوا في الناحيه الهجوميه ورا اللعيبه بتاعه نص الملعب والفراوده بشكل جيد جدا الاثنين مع بعض، واحد مع الثاني بالتبادل، وفي نفس الوقت ما تحسش ان في مسافات قدام الديفنس عندنا او على الاجناب فاضيه، يعني قدروا يعملوا التوازن الكبير قوي بين الحتتين، الضغط الهجومي مع التكمله، وشفنا النهارده حمدي فتحي بيحرز هدف، شايفينه في اكتر من كره، الجون الثاني التصويب من بره، السوليه في الاخر كذا كره بيشارك في الهجوم، فدي كلها طبعا من الحاجات اللي صلحها فايلر واللي هي كانت بتسبب مشكله، ومشكله كبيره جدا. لو هنتكلم على حاجه ولا لسه شويه، انت بتتكلم على التغييرات؟ التغييرات هيجي وقتها. طيب ماشي. طيب كابتن اسامه، علي معلول النهارده ومحمد هاني اعتقد هم كانوا ملتزمين شويه دفاعيا. علي معلول ما طرش يعني، كنا متعودين علي معلول على طول، الواحده اللي طار فيها جت جون على طول. الحر فرق معاه بقى. بس يعني علي معلول طبعا اللعيبه اللي ذكي جدا يعني، مستواه ثابت على خبرة. طول الموسم. خبره طبعا. انا اللي عاجبني في علي معلول كان دايما الفرق الثانيه بتتلعب على النقطه دي على ظهر علي معلول، بيستغلوا ان علي معلول على طول هو محور الهجوم بتاع النادي الاهلي، وعلى طول طاير، وعلى طول عنده تنوع في حته انه يعمل كروسات كده، فكان دايما يتحط واحد سريع في ظهر علي معلول. النهارده توظيف فايلر ليه في المباريات، مش النهارده ده في كل المباريات اللي اتلعبت، حتى شفناها كمان اوضح في مباراه نادي الزمالك، عنده ثبات في الحته دي، امتى يقف، امتى يغطي مكانه الاول، بغض النظر النهارده الهدف برضه اتلعب من ظهر علي معلول، بس عنده الخبره خاصه انه يقف يقدر يغطي المكان بشكل كبير، واللي بيساعده على كده هو رجوع رمضان صبحي، ما كانتش بتتعمل لما كان رمضان صبحي بيفقد الكره، كابتن فتحي كابتن حشيش كان بيعلق قدام، كان بيبقى في جاب او مساحه كبيره ما بين علي معلول ورمضان صبحي، لا النهارده الاثنين بقى بيرجعوا مع بعض، فبتقدر تقفل الجنب بشكل كبير. نفس الكلام الناحيه الثانيه، محمد هاني وصاد حسين الشحات بتقفل الاطراف بتاعتك،
وعندك ما شاء الله في قلب الملعب خلاص مع حمدي فتحي والسوليه ومجدي قفشه، فبتقدر تقفل المناطق اللي ممكن الفرقه يعني تخترق منها. ما بتجيبش عليك زياده عدديه، وده اللي بيميز النادي الاهلي. ارجع بقى بالارقام وشوف الفرص اللي جت عليك، هتلاقي حقيقة فرص يعني ممكن في كل مباراه فرصه او اتنين على استحياء، يعني ما فيهاش الفرص اللي تهدد مرمى الشناوي بشكل كبير، وده برضو مش بفضل التمركز الصح. لكن علي معلول من اللعيبه اللي انا يعني شايف من اهم الباكات ليفت اللي جم او من المحترفين اللي لعبوا في النادي الاهلي ما شاء الله. هم اضافه كابتن اسلام على كلام الظاهرين ان هم ما بيطروش، لان احنا قلنا الطريقه واحده لكن الخطه متغيره، ما يقدرش في هذا الجو وهذه درجه الحراره دي يفتح السبرنتات الطويله اللي كانوا بيعملوها في جو طبيعي. مظبوط، هيخلص على الاثنين لعيبه. مظبوط، يعني اللعيب فيهم اللي هيجري، وبعدين ايه ده هو مش بيجري مش هيخلص على الاثنين لعيبه، وكمان لازم يبقى في كثافه هجوميه معاه، فالكثافه دي مش هتلاقيها، لما هيضطر يجروا يبقى الفرقه ممكن تخلص. صحيح. فهو كان بيعتمد على النقل القريب، كانوا برضه بيوصلوا يعني هاني كان بيوصل وده بيوصل، بس مش عايز يستنفذ طاقه اللاعبين ومش عايز تحصل اصابات، يعني برضه مدرب ذكي. ليه؟ لان هتفتح الملعب وتجري سبرنتات في الجو الحر اللي انت شايفه ده من الصعب. انت شفت فرقه اسوان اللي هي ملعبهم اثنين ثلاثة مش قادرين اللي متضمه مش قادرين والحاجات دي طبعا يعني الجو حر، فهو عرف ازاي يتعامل مع الجو، وده احد التحديات الهدف ده سمير موجود فيه. طيب احنا هنتكلم عن الاهداف، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن اهداف المباراه ونشرح هدف هدف بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خمس اهداف هنشرح لحضراتكم، خمس اهداف جم ازاي. النادي الاهلي استطاع ان يسجل خمس اهداف، والجون اللي دخل في النادي الاهلي دخل ازاي. خلينا نبدا بالهدف الاول، اجاييه كابتن فتحي في الدقيقه 7 من ضربه حره غير مباشره، ضربه ثابته اللي حضرتك كنت بتطالب بيه الموسم الماضي. الهدف مع حضرتك ولا حضرتك تقدر تشرحه؟ خلينا نشوفهم دلوقتي. جه الهدف، وهذه احد حلول تسجيل الاهداف. إن لا احنا عايزين نشوف حمدي فتحي يشوف صلحها ازاي قبل ما اجاي يجيبها، دلال على ان احنا لو نركز عليها. سمير شوف لنا حمدي فتحي عمل، حمدي فتحي ده مين؟ الراجل المدافع وسط الملعب اللي ورا، شوف بطن رجله ازاي صلحها له، مش انها ملعوبه. شوف ازاي، بص ببطن رجله اليمين، هو قصده هنا يصلحها له يعني ما اقدرش. هي خدمت انها يعني واخد معاه اثنين، ده واخد معاه اثنين صلحها له، انه حتى لو ما لمسهاش وطلع وخد الاثنين مدافعين معاه. مظبوط، فبرضه ده جزء من ان هو جهز له الكوره. صح، يعني مش شرط يبصيها، واخد شوف اثنين من واخدين معاه خلاص، هو جاي من ورا. الكثافه العدديه دي غير موجوده، ايه اللي جاب حمدي فتحي هنا؟ ما دي كثافه عدديه، بقى له دور هجومي في كوره زي دي، ومين اللي بيرفع الكوره؟ برضه لعيب وسط ملعب. من الواضح انها اختصاصات يعني، مجدي قفشه بيرفع الكوره من ناحيه اليمين، وعلي معلول من ناحيه الشمال. كم واحد بقى؟ واحد على القريبه، واحد في النص، واحد في الكثافه. الكثافه دي ما كانتش موجوده قبل كده، وهي دي اللي ممكن بتدينا فرصه ان احنا نسجل اهداف، فالهدف اتسجل وجات لجون اجاييه برضه بهدوء. وشوف عنده الثقه، خلاص خد الثقه، فعنده الهدوء ازاي مش بيشوط اي حاجه، بيلعب الكوره. لا، واحدة من المباريات الجميله جدا لجونيور اجاييه الحقيقه، يعني ان هو بيتحرك فيها. كابتن حشيش، الهدف الثاني اعتقد برضو ان هو يعني جمله تكتيكيه رائعه. تمام، اتفضل يا كابتن. شايفين نقله طبعا، يعني كره وان تو مع محمد هاني وحسين الشحات، معلول بيجيله الشوطه بقى، ده التصويب اللي احنا قلنا عليه، ميد ديفندرات، الحاجه الجديده اللي بيعملها النادي الاهلي وبستغلها ونتج عنها الهدف ده. كمان غير انها تصويبه من بعيد قوي متقنه، التكمله كمان يا اسلام بقى، التكمله يعني مش تكمله من واحد بس كمان. مظبوط، ده تكمله من اجاييه وردت من العارضه لحسين الشحات، مع برضو تحفظهم على ان هم ما يبقوش تسلل، برضو هم جايين من الحته الخلفيه، فهي برضو ده بس يعني كده. بس انا اقف هنا كده ثانيه واحده يا سمير، بس بص يا كابتن، الشعور بقى، انت بتلعب في فريق
متكتل. فريق متكتل هو أسوار. تمام. بص حضرتك الكثافة الهجومية ورد فعل لعيبة النادي الأهلي على هدف على تصويبة حمدي فتح. تمام. أي حد تاني كان هيقف وخلاص. بالظبط. ولكن هنا بص حضرتك محمد هاني هو راجع لمكانه هيخش لجوه خطوتين. واعتقد ان ده رمضان صبحي لناحيه اليمين في اجاي وحسين شحات الناحيه الثانيه ازاي وحسين الشحات هناك وحمدي فتحي وعمرو السليه قدام حمدي فتحي المفروض ان هو هيلف لما حمدي يشوت وكله مركز على التصويبه بالتالي ده انتشار رائع صحيح للاعيبه النادي الاهلي كان في اللعب ما كانش تصميم. طبعا ما كانش موجود طبعا التركيز ده بص عشان لما عشان كده لقى اجاي خبطت ورجعت لقى حسين الشحات حسين شحات دي ميزه طبعا الكثافه العدديه والتركيز كل واحد زي ما انت بتقول مش مستني اي 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 لعيب تاني خلاص الديفندر بيشوط خلاص بياخد مثلا بيلف عشان يرجع بقى في الناحيه الدفاعيه انما هو لا فايلر شرب ميه كتير النهارده في تصميم في تصميم وتركيز على انه الكره لما تنتهي خالص يعني شفنا التكمله بتاع اجايه والتكمله برده بتاعه حسين شحات ان هو برده مركز لما الكره تنتهي تماما يعني فجون برضو من الاجوان الحلوه اللي فيها تركيز كبير واصرار كبير من لعيبه النادي الاهلي اسامه الهدف الثالث برضو هدف الثالث من الكره ثابته انت قلت لي ان هو شبه هدف من اهداف حمدي فتحي في مباراه اطلع بره سكورت. لا مباراه اطلع بره اسف بطل جنوب السودان لو تقدر تجيبه لنا برضو يا سمير يبقى يا ريت مقارنه يعني وهتلاقي عندك اهداف لحمدي فتحي السنة اللي فاتت مباراته في حرس الحدود نفس الدوري برضه كرة ثابتة لعلي معلول مباراة المقاصة حمدي فتحي والتكملة بتاعته كانت في مباراة المقاصة رمضان بكعبه لا مباراة المقاصة اللي عملها محمود وحيد اوفر السنة اللي فاتت ودخل برضه الكرات الثابتة النهاردة بقت حل بقى من ضمن الحلول ده تحسب للجهاز الفني وفايلر انك انت لما تجي لك كرة ثابتة اللعيبة متحفظة شغل اذا سواء الكرة بتتلعب من لمسة واحدة او بتتلعب على يعني بيبقى فيها تريكة يعني النهارده حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتجيب ضربات الراس ضربات الكره بالراس ده طالع ومش لعبها اي حاجه لا ده انت احسن من احسن كانه مهاجم بالظبط موجهها في الزاويه الصح مكان ما الكره جايه منها محطوطه على يمين مسعد عوض وهو ما شاء الله حمدي فتحي لما يبقى عندك لعيب نص ملعب مدافع وبيجيد كمان عمليه التهديف فدي حاجه تبقى حاجه جيده جدا دي اللي قلناها اسلام برضو ان الراجل رفع من المستوى الفردي بتاع اللعيبه يعني ما شفناش قبل كده حمدي فتحي عنده المهارتين دول مهاره التصويب من بعيد المتقن والكور او لا ده الكره براس بيعملها على طول الحقيقه يعني لكن باصرار وبيروح كده ما كانش عنده الثقه ان يطلع في كل كوره كان برضه في يعني من الطريقه القديمه كان متكتف في حته الدفاعيه شويه لا ده انما دلوقتي كمان تحشيش يعني ممكن تطلع بالظبط انه طالع تهديد تواجه مثلا خلاص لا ده طالع وموجه بقول لك احسن من اي فيروز كانه مهاجم بالظبط عنده حساسيه المكان ده حساسيه المكان انه يطلع ويوجه في المكان دوت وبنفس القوه ممكن تتلعب وفيها الضعف وهو طالع من الثبات كمان بالزبط يعني مش واخد خطوات صحيح عشان تقدر ورايح للكوره صح كلام طيب. حضرات انا اسف اتفضل يا كابتن بتحسب لمجلس اداره النادي اللي جاب اللعيبه دي وهو مقتنع لان اللي جابها كورجيه بتاع كوره اللي جايبينها مش جايبينها كده وما كانوش لاقيين المصباح السحري اللي هو يكتشفهم ويطلع اللي جوه واحد فيهم هذا الرجل طلع اللي جوه فيهم الامكانيات اللي عندهم هم نفس اللعيبه ما هم دول اللي كانوا موجودين معانا مكانين من شهر يناير هم دول اللعيبه هم دول كاسماء بس مش هم دول كأداء صحيح. الأداء اتغير ليه؟ لأن لقوا اللي هو يقدر يطلع اللي عندهم يقرأ اللي جواهم ودي حاجة يعني تحسب برضو الضرب في الفترة دي قبل ما نروح للهدف الرابع يعني إصابة عمرو السلية هي جزع في الكاحل وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات خلال غدا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الفحوصات هل سيكون عمرو السلية موجود مع المنتخب ولا لأ ده اللي هنشوفه ولكن هي جزع في الكاحل جزع في الكاحل مش أقل من 10 أيام سخيفة برضو الحتة دكتور خالد محمود طبعا ده تصريح على لسان دكتور خالد محمود الفترة الجاية فيها توقف يعني إصابة رزلة هي من إصابات الرزلة اللي بتغيب كمان وتفضل مع اللاعب لأن الأنكل يعني اللاعب مهما تخف بتربطه برضه بتحس بيها أنت عارف يا كابتن احنا قلنا قبل الماتش يعني إن شاء الله بإذن الله ما يبقاش فيه إصابات وكنا قلقانين من الماتش ده عشان نتيجة للملعب وكده والاحتكاك فالحمد لله أنا جت على قد كده برضه إصابة يعني الحمد إلى حد ما يعني تمام احنا بس بنحاول نطمن جمهور النادي الأهلي على عمرو السلية إن شاء الله يكون متواجد مع منتخبنا ان شاء الله يعني انا ما اعرفش طبعا بكره هيبان
ده كان تشخيص مبدئي من الدكتور خالد محمود في تصريح لي قال هذا الكلام. وبالتالي غدا سننتظر التأكيد وحيغيب قد إيه، وإن شاء الله يطلع بيان من النادي الأهلي، المركز الإعلامي يطلع بيان بإصابة عمرو السولية ولا إيه اللي هيحصل، هينضم للمنتخب ولا لا. طبعا ده بعد ما يروح المنتخب وينضم يجب أن يكون هناك فحص للاعيبة المنتخب، وبالتالي عمرو السولية سيتم فحصه أو بالاتفاق ما بين الدكتور خالد محمود ودكتور المنتخب. ده اللي هنشوفه بقى خلال الأيام القادمة. خلينا نروح للهدف الرابع، وبرضو كابتن فتحي يشرح لنا هدف المباراة الرابع. ده اللي هو ضرب جزاء، وأظن احنا طبعا واضحة جدا انها ضرب جزاء، وهنشوف احنا قفشة الراجل بإيده ورجله، يعني إيد الشمال بتاع المدافع وإيد الشمال بتاع المدافع، وشوف شوف إيد الشمال بتاع المدافع وشوف رجله كمان، يعني الاثنين مع بعض، اذا العرقله واضحه. فدي ضرب جزاء وتصدى لها قفشه وحطها برضه باتقان وثقه، وهو فرحان انه عاوز يسجل هدف. ودي برضه احد المدارس، لان كان دايما كانوا يقولوا اللعيب اللي بيجي عليه ضربه الجزاء ما يشوطهاش لانه بيبقى منفعل او بيبقى متضايق، فالمفروض حد ثاني يشوطها. لكن دي بتثبت انه عنده ثبات انفعالي، عنده ثقه اكتر، عنده امكانيات، كلها دي بتطلع. هنشوف ازاي حطها، فيها القوه فيها الاداء، حتى طيب. لو مسعد راح لها صعب انه كان يجيبها. رجع لنا الكره دي من الاول يا محمود يا سمير لو سمحت، عايزين نبين بس في الدرقه جايه فيها كمان، يعني هنا لا هاتها من الاول، هاتها كمان، ارجع ورا شويه قبل كده. من اللحظه اللي ضغط فيها اعتقد عمرو السولية او محمد هاني، يعني ضغط عالي من لعيبه النادي الاهلي. شفت في حاجه تانية يا كابتن؟ بص تحرك علي معلول بالظبط، ارجع كده تاني يا سمير، معلش يا سمره، بص يا كابتن، بص علي معلول فين يا كابتن اسلام؟ هنا، والكره هناك. لا يا محمد هاني ده، محمد هاني خلاص راح راجع في الحته اللي ورا، الكره هنا. برافو عليك يا اسامه، خلي بالك من التحرك ده. طبعا لا ده التحرك ده مش ظاهر عندنا في الكادر. بص رجع بدل الهجمه هناك خلاص، والشغل بقى هناك، فما ينفعش يبقى طاير. بص ده متقال له الكلام ده. بص خلي بالك من الحته، وبعدين خد الخطوتين لما لقى الكره اتقطعت. خد الخطوتين هنا، واضح جدا الضغط العالي الحقيقه اللي عمله هاني اعتقد، والوان تو ما بين مجدي قفشة وأجاييه، وكان ممكن أجاييه دي بقى برضو واحد تاني يروح لافف ورايح على الجون، إنما هو برضو حطها له عشان يضمن بالظبط. فهنا الضغط العالي على لعيبة نادي أسوان واضح، الوان تو ما بين مجدي قفشة جونيور أجاييه أيضا شيء رائع جدا وواضح جدا في أداء النادي الأهلي في هذه المباراة. ثم تسجيل بقى مجدي قفشة بثقة وبهدوء، اول ركله جزاء تحسب يعني في ثلاث مباريات كان فيهم مثلا ثلاث اربع ضربات جزاء، فانت بتتكلم في اول ركله جزاء تتحسب النهارده كمان. نتمنى يعني النهارده التحكيم يعني باستثناء كمان خلينا نتكلم يعني في الموضوع ده مع كابتن سمير عثمان تمام. في ثبت الجون طبعا وحطها في شطريه كويسه في حلقه اليوم. طيب خلينا نروح للهدف الخامس كابتن حشيش، تعالى لي يا سمره بقى في الهدف الخامس ده. طبعا الكره لسه مع التغييره من هاني، تغييره الملعب الناحيه الثانيه، تكمله من معلول طبعا، الثلاثي بقى قفشه ورمضان، قفشه ثاني طبعا، النقل اللي احنا المثلثات اللي بنقول عليه في الاجناب مع حمدي فتحي ثاني، تتحط طبعا الترقيصه دي هي الجون، يعني مهاره طبعا غير عاديه من رمضان، كله افتكر انها تتحط في البعيده. عايزها ثاني والنبي يا سمير لو سمحت، ملهاش حل يعني، عايزين نعيدها ثاني. يعني بص الراجل اهو، المثلثات الصغيره، شايف المساحات الصغيره دي، المثلثات المثلثات بقى، اللعب الجميل بقى، الامتاع بقى في الكوره بقى. وبعدين بص الثرو باس بقى من ورا المدافعين، المعلول بيحطها من لمسه واحده، رمضان طبعا اي حد طبعا، الراجل راح في حته ثانيه خالص، وثبت حتى مسعد عوض انها تتلعب، لان الوضع الطبيعي تتحط هناك، يعني حتى بعد السبعه انها تتحط هناك، انما حطها على الارض في القريبه، فجون علامي لرمضان، مهاره غير عاديه في الاستلام والسبعه والتفكير ان هو يثبت الجون ويحطها في القريبه. يعني دي اللي اتكلمنا فيها كابتن حشيش لما قلنا دي خماسي، الكره دي خماسي شويه، غير انه خماسي المراوغه بغرض تسجيل هدف طبعاً، او المراوغه لتمرير مش المراوغه للمزاج صحيح. فدي هو بيرقصه ليه؟
عشان يخلص منه عشان يفتح قدامه الحته. ده للمدرب لقى جوه اللعيبه دي. صحيح. اللعيبه دي ما كانتش موجوده. هم اللعيبه. الثقه يا كابتن فتحي بقى. الثقه كمان اللي اداها الراجل للناس انك تبدع بقى. يعني انت وصلت لمرحله ان انت بعد الاجاده انك تطلع اللي عندك بقى. بالزبط. عايز تاخد واحده كده بقى. شوف ازاي خد الكره، هو عايز بقى يجيب جول مش هيعرف. فلازم يرقص الراجل ده. بالظبط. ده هو رقصنا احنا واحنا قاعدين كمان بنتفرج. خلاص اذا هو بيرقص عشان يجيب جول. صحيح. ودي اهداف الترقيص. صحيح. لاحراز هدف او كل ده الاحتفاظ بالكره، الترقيص لاحراز هدف او لتمرير الكره. ودي مكافاه لرمضان الجون الهائل اللي جابه ده، لانه عمل من ماتش من الماتشات الحلوه قوي ليه النهارده. لا انا بس عايز الكره دي لو تجي لي من قبل محمد هاني ما ينقلها الناحيه الثانيه كمان يا سمير، لو في كادر عندك بالموضوع ده. ليه؟ لانه الحقيقه النادي الاهلي دلوقتي بيعمل شيء ممتع. الامتاع اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه يا كابتن حشيش واللي حضراتكم دايما بتتكلموا عنه، ان النادي الاهلي دايما تلاقيه بياخد الكره من ناحيه اليمين يوديها ناحيه الشمال. صحيح. تغيير الملعب بالظبط. وبعدين ياخد الكره من ناحيه الشمال تقفل تروح تاني. ما عندوش مشكله في دي. ما عندوش اي مشكله في. صح. ان احنا نقعد ننقل الكره من اليمين للشمال لغايه لما يلاقي ثغره واضحه يقدر يدخل منها. صحيح. الكره دي برضو خير ده اهو. لا رجعها تاني لوليد ده او لمين. كل ده ناحيه اليمين، هو هيغير دلوقتي. كل ده هو يعني. هنا راح وليد سليمان اهو راح. المفروض يعمل اوفر. وقف لقاها مقفوله. قام واقف. صح. راح عليه التاني. قام رجعها ورا. ليه؟ خلاص رجعت ورا وبعدين انقل بقى. هاني هيغير الملعب. اليمين. صحيح. هاني قام غير الناحيه التانيه. لا والمدافع اللي بيغير كمان. اللعب ان احنا نمسك الكوره في اطول فتره ممكنه ثم استغلال الثغرات. هنا الكره ماشيه على مهلنا مفيش مشكله. صحيح. خالص الثغره واضحه اتلعبت هدف، وبالتالي الحقيقه الخمس اهداف كلها خمس اهداف مختلفين معنى واحلى من بعض وليها معنى. صحيح. نفس الفكره. صحيح. والنبي يا سمير لو سمحت لو ترجعها لنا تاني، نفس الفكره اللي كان اسامه قالها لعلي معلول هنشوفها مع هاني دلوقتي. شوف الكره دي هو هيلعبها، ولما يلاقي علي معلول جه قدام شوف هاني هيعمل ايه. يعني هو دلوقتي هترجع لسه ورا سند تحت على حمدي فتحي. ايوه هيحطها له هيغير الملعب ويرجع. شو هاني خلاص هيلعبها. لعبها لعلي معلول طلع. بصوا هاني راح فين؟ هيبدا ينزل هو. هاني راح راجع ورا تاني. اذا ده في حاجه بتتعمل في الملعب مش حاجه متفق حاجة عليها. لا مش هعتبرها. لا علي معلول قدام لا يمكن يبقى هاني في خط معاه. يبقى عندك التوازن حتى في النواحي. طبعا توازن دفاع. عندك توازن في الدفاع. توازن مغطيه العدد مغطيه المساحه كثافه عدديه. ما شفناش يا اسامه السوليه وحمدي فتحي الاثنين قدام. لا واحد مستني وواحد بيكمل. شوف محمد هاني فين؟ مش فاهم في الكادر. خالص تحت. مش على خط علي معلول. لا اخر نفسه. لا في عمق. لو الكره اتضربت يبقى على سرعه الارتداد بسرعه. نفس لما كان معلول برضه نفس الحكايه هو لما رجع. صح. فدي بتربط. إذن هناك تكلفات واضحة الحقيقة لكل لاعبي النادي الأهلي بطريقة أداء معينة وبشكل معين. هات لنا برضو الهدف اللي دخل أسامة يشرحه لنا اللي دخل في النادي الأهلي. يعني دخل هدف برضو في النادي الأهلي أسامة. أعتقد أن كان في شوية يعني ها شوية شوي. النتيجة كانت 4. كان في شوية اعتماد علي معلول على الشناوي. ارجع يا سمير ماشي. كان فيها شوية اعتماد على بعض يعني فيها. كان نفسي يعني الاهلي يبقى كلين شيت. بتتكلم في 3 مباريات بحوالي 10 اهداف. كانت تتمنى يبقى ما فيش اهداف، لكن يعني هدف خطا ممكن يبقى خطا مقبول. يعني الشناوي اعتمد شويه. كان ممكن الشناوي يعمل عليها خطوتين جابها. كان ممكن فهو افتكر لو توقعها خطوتين جابها. وقبل دي اللي تترفع. لكن الشناوي برضو لو احنا بنتكلم عن هذا ده شال فيه كوره كانت كوره ثابته كانت لفريق اسوان. كانت ضربه حره من بره 18 شارها برده بمهاره عاليه. الشناوي لا الشناوي كمان مستواه ما شاء الله هايل. في تطور ملحوظ جدا سواء باللعب بالقدم سواء في في, في كمان في مباراه الانتاج خاصه الكره اللي اتلعبت والنتيجه كانت اعتقد 1-0 كمان صفر. شالها براعه. هو دايما الحارس المميز بتلاقيه بيظهر في الوقت المناسب في فرصه تبقى صعبه. اصل دايما الحراس بتاعت النادي الاهلي او الانديه الكبيره ما تلاقيش دايما طول 90 مفيش ضغط عليها كامل. هي بتيجي واحده او اثنين. هل بقى عنده التركيز العالي انه يقدر يشيل الفرصه دي؟ هي دي اللي بتفرق حارس عن حارس. لكن دي تخيلها كابتن اسامه هناك برضه هات الخطا من اوله. هو الخطا مش هنا بس. ده نتيجه الخطا من اول. فلازم في ضغط من حسين الشحات. طبعا ما نجيبش الشناوي ولا علي لوحدهم.
هي الكره من هناك ما تترفعش. هو في اعتماد يا كابتن. هي فيها كمان هنا في لقطه سلوكيه الحقيقه رائعه جدا لمحمد الشناوي، يعني انه مسك إن ما كملش في الراجل، يعني خلاص الكره دخلت الجون واضحه، فيعني ما كملش فيها وحضنه بس بالظبط شال الاندفاع يعني. بس هي هو اعتقد انه كان قبل الاوفر يعني قبل ما يخش جول يعني. انا متخيل ان هو كان فاكرها طالعه بره يعني. لا لا هنا قبل ما تروح للشناوي. بص يا كابتن اسامه، بص هتتلعب ليه تترفع؟ احنا عددنا موجود اهو، هتلعبه لسه بره، اضغط انا هنا اضغط ما خلوش يرفع اهو دلوقتي اهو. ليه تترفع؟ عددنا اكتر كثافه دفاعيه كتير. بس هو في هي من الاصل ما تترفعش. هي في مشكله بس يا كابتن، ان ساعات بيحصل اعتماد، كل واحد بيعتمد على التاني في الكوره، هي بتبقى جزء من الثانيه. لا اصل صعب برضو يعني، برضو صعب يا كابتن فتحي ان انت تقفل على حد في الحته ما يرفعش يعني. ما النتيجه كمان والنتيجه يعني احنا فممكن طبعا في الكمال لله تريد الالتزام الكامل وارد يعني. الكمال لله سبحانه وتعالى، بس احنا بنبص ليه؟ لان في ماتشات جايه جامده هتبقى فيها حاجه زي دي صح، يبقى كره زي دي ممكن تخلص الماتش. طب وانا ليه انا هنا ما تسيبش الكره، ما استناش الكره تترفع عشان اعمل مشكله اللي جوه؟ ايوه ما هي المشاكل اللي جوه بتحصل لي من ايه؟ ان اوفر اترفع، فانت طالما سبت الكوره انها اترفعت خلاص اللي ورا بقى وارجع حسب مبداها من اول. انا عايز السبب مش عايز النتيجه. صح، النتيجه هم اللي ورا دلوقتي، خطا النتيجه، لكن السبب ايه؟ الاساسي يعني الاساسي ان الكوره هنا ما تترفعش. تمام، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ثلاث تغييرات كابتن فتحي اجراها ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، صلاح محسن بدلا من جونيور اجاي في الدقيقه 65. تغيير يعني متوقع، ان هو جونيور اجاي عمل اللي عليه، ادى سجل هدف، نتيجه المباراه مريحه بالنسبه له، فلازم يدي راحه يستغل الثلاث لعيبه اللي عنده ان هو يخرجهم ويدخل ثلاث لاعبين من اللي بذلوا مجهود اكتر. فجونيور اجاي عمل مجهود اكتر فبينزلوا صلاح محسن. هتقول لي ليه ما نزلش ازارو من الاول؟ لان الفرقه ما فيش مساحات انهم يجروا فيها، لان ازارو بيتميز بالجري وبالسرعه والكلام ده كله، هو مش موجود، فعشان كده بدا بصلاح وصلاح خد وقته. لكن برضو المباراه لم تساعده ان هو يدينا، صلاح عنده كتير ان شاء الله في الايام اللي جايه. فطبعا تغيير طبيعي لاراحه وجونيور اجاييه، وانه يدي فرصه لصلاح عشان يكون موجود ضمن المنظومه اللي عنده 16. واحنا اظن قلنا قبل كده ان 8 على الاقل في كل فرقه بيبقوا ثابتين، فهو 8 ثابتين وغير 3. تمام. وليد سليمان بدلا من حسين الشحات في الدقيقه 69. وقت ده التغيير ده تاكيد انا لكلامي اللي قلت ان النادي الاهلي او الراجل عنده اصرار دايما انه يحرز اكتر من هدف. يعني كسبان 1 و2 و3 ومصر لاخر لحظه. فلما غير وليد سليمان بدل حسين الشحات، برغم ان ده كان في الدقيقه 69 يعني بعد الهدف بتاع اسوان بدقيقتين، وكانت الفتره دي اسوان يعني عامله ضغط على النادي الاهلي، فاي مدرب تاني كان ممكن ينزل واحد وليكن مثلا حسام عاشور ينزله يقفل نص الملعب، انما هو لا، هو غير حسين شحات بوليد سليمان عشان يحافظ على الناحيه الهجوميه والكثافه العدديه في الناحيه الهجوميه، ورتم اللعب يفضل زي ما هو، ما يحسسش الفرقه الثانيه انه بقى منزل مدافع عشان يقفل وراضي بالنتيجه. لا كمان بعض المساحات بدات تظهر على في خط دفاع نادي اسوان، وبالتالي ينزل واحد سريع زي صلاح محسن ووليد سليمان. انا بتكلم على يعني بالتحديد وليد سليمان انه نزل بدل الشحات، كان ممكن بعد الجون يقلق شويه او الفرقه الثانيه ماسكه نص الملعب او ضغط على النادي الاهلي فيقفل شويه بحسام عاشور، لا هو كمل عشان الريتم يفضل بتاع النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه اللي هو ما بيكتفيش بهدف يعني. التغيير الثالث كان وليد ازارو اسامه بدلا من عمرو السولية. طبعا عشان عمرو السولية بنتمنى ان شاء الله يعني الاصابه تكون بسيطه ويرجع على طول ان شاء الله. غير طريقه اللعب طبعا في العشر دقائق، بقى حمدي فتحي هو الارتكاز الوحيد موجود عنده، ولعب 4-1-3-2، لعب اتنين مهاجمين، خلاص اتنين مهاجمين على خط واحد او اتنين صراح زي ما بيقولوا، وليد ازارو وصلاح محسن. وبقى الثلاثه اللي تحتيه وليد سليمان وقفشه ورمضان صبحي، وبقى حمدي فتحي خلاص المباراه سهله مش محتاج اتنين،
فهو اللي لعب الوحيد اللي وقفشه نزل من تحت شويه برده معاه الوحيد حمزة. الارتكاز هم انا اعتقد ان وكمان, وكمان بعد نزول ازارو ظهر كمان الهدف الخامس بتاع رمضان صبحي فحتى التغييرات ممكن ما يكونوش سجلوا لكن مع نزولهم الغله زادت زنبور يعني هو حافظ على الريتم يعني حافظ على الريتم الاداء في الناحيه الهجوميه ما تحسش ان برضو الاخر لحظه انت ماسك الكره في نص الملعب لا بالعكس انت ضاغط ضاغط وشفنا كمان نقل في الاجناب في الدقيقه يمكن الجون الخامس رمضان صبحي نقل في الاجناب المثلثات اللي اتعملت يعني انت بتلعب في نص ملعب الخصم ما اكتفتش بالنتيجه وريحت ونتيجه للاصابه بقى فابتديت تامل لا انت بتكمل وعايز تزيد الاهداف يعني عموما ثلاث نقاط جديدة بيضيفها النادي الأهلي إلى رصيده قبل التوقف الدولي خلال الفترة القادمة زي ما قلت لحضراتكم مباراة القادمة للنادي الأهلي ستكون أمام نادي الزمالك منافسه التقليدي يوم 19 أكتوبر إن شاء الله ثلاث نقاط كانت هامة جدا في ظل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي على وجودك معانا. شكرا ومبروك المباراة السادسة على التوالي إن شاء الله والسلسلة تكمل بإذن الله. يا رب إن شاء الله، ألف مبروك يا كابتن حشيش وإن شاء الله تكمل السلسلة خلال الفترة القادمة. إن شاء الله بإذن الله وبهني طبعا جمهور النادي الأهلي بمجلس إدارته بالجهاز الجديد وباللعيبة وبالنتائج ولجنة التخطيط أيضا. ولجنة التخطيط وطبعا شفنا إحنا من يومين أو من يوم الافتتاح بتاع البوابه بصراحه حاجه يعني رحت بنفسي شفت حاجه طبعا يعني كابتن فتحي حاجه فخر لينا كلنا والرمز بتاع النادي الاهلي والنسر بتاع النادي الاهلي بيحلق في مدينه نصر حاجه كده تحفه يعني الف مبروك يا كابتن اسامه وبشكرك على وجودك معانا شكرا جزيلا الله يبارك فيك يا كابتن اسلام ويعني تكمله لكلام كابتن حشيش الطفره مش في فريق كره بس ده على كل المستوى مستوى انشائي مستوى العاب الصالات سله وطايره وهاندبول كمان على مستوى فريق الكوره ما شاء الله واحنا كمان كنا قاعدين بنتكلم النهارده احنا مش ما كناش محتاجين نحلل شغل فايلر على قد ان احنا نرار بس المعوزتين النهارده كنا عايزين نعمل كده اسامه بعد بتاع اللي بيقول لك احنا نقرا المعوزتين ونتكل على الله انا بشكركم شكرا جزيلا والف مبروك خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا التاليه دكتور احمد ثابت اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه